المشاهدين الكرام متابعينا الاعزاء تم الاعلان عن انطلاقه الشوط الثالث عشر والشوط الثالث عشر الخاص للجعدان المحليات هنا في هذه اللحظات انطلق هذا الشوط في هذه اللحظات ونذهب بحضراتكم الى المقدمه والى البدايه الاولى مع الصداره والمركز الاول في هذا التحدي الكبير على بدايه الشوط على الصداره والمركز الاول في هذا التحدي ان ان عاش هنا من ياتي على الصداره لحمد بن عبيد بالزفنه من احضيره المركز الاول هنا في هذه الانطلاق المركز الثاني الوصول والقدوم مع مياس محمد بن حارب العجيد الاكتبي قادم شعار بالعجيد على ثاني المراكز المركز الثالث ايضا القدوم في هذه اللحظات مع مشغل السلطام سالم بن سلطان الجاري الاكتبي القادم على ثالث المراكز المركز الرابع ناصي حمد بن عوض بن مصبح الاكتبي القادم على رابع المراكز هنا ينطلق الى المركز الثالث المركز الخامس الوصول والغدو في هذه اللحظات مع شاهين لعلي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي القادم على مستوى المركز الخامس سادس المراكز الوصول مع زعفران لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الاخيلي الحاضر هنا في هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقه على المركز السادس وفي سابع المراكز المركز السابع الوصول مع ملول حمود بن محمد بن علي بن حموده ال القادم بهذا الشعار مع وجود هملول في هذا التحدي ومع هذا التواصل، سطام يعضر ايضا لحمد بن سلطان بن علي الحافري الاكتبي هنا من ينطلق لنا سطام في هذه الجوله ومع هذا التحدي المتميز هنا بهذا الحضور الرائع ايضا هملول يتحرك لحموده بن محمد بن علي بن حموده الاكتبي مشاركا ايضا بانطلاقه هملول في هذا الشوط ومع هذا التحدي هنا في هذه الانطلاقة على تاسع المركز المركز العاشر أيضا القادم نهاب أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي القادم هنا في هذه المشاركة الكبيرة ومع هذه التحديات الرائعة نعود إلى المركز الأول نعود إلى البداية إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط هنا مع النعاش الذي ينطلق على المركز الأول في هذه المشاركة القوية هنا لحمد بن عبيد بالزفنة بن حضيرة بن من الحاضر على البداية الأولى على الصدارة والمركز الأول نهاب قادم نهاب نهاب المركز الثاني في هذه التحدي المتميز لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحية القادم على المركز الثاني ثالث المراكز مياس محمد بن حارب العجيد الاكتبي على المركز الثالث المركز الرابع ايضا الوصول والانطلاق في هذه اللحظات على رابع المراكز في هذا التحدي المتميز مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع وجود سطام لحمد بن سلطان بن علي الحافري الاكتبي على المركز الرابع المركز الخامس هذا هو الخوار عوض بن سعيد بن عبيد المري الاكتبي القادم مع وجود الخوار على المركز الخامس وفي سادس المراكز هذا هو الحاضر مياس محمد بن حارب العجيد الاكتبي مع سادس المراكز المركز السابع وصل ايضا مشاهدينا الكرام على سابع المراكز في هذه الانطلاقه وصل الباهز سالم بن خلفان بن حمد الحافري هناك من ينطلق الى المركز السابع وفي ثامن المراكز الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع ناصي حمد بن عوض بن مصبح الاكتبي القادم بهذا الشعار وبهذا الاسم المشارك هنا في هذا التحدي وبهذه المنافسه الكبيره مع انطلاقه هذا الشوط القوي اذا هنا نعود الى البدايه الى الصداره والى المركز الاول هنا في هذا الحضور المتميز الدادي يتدخل مانع بن علي بن محمد بن حماد الشام سوى هناك الوصول مع هبلول حمود بن محمد بن علي بن حموده حالك تبي نعود الى الصداره نعود الى البدايه مع النعاش النعاش ينطلق الى المركز الاول هنا في هذا الحضور المتميز النعاش ياتي على الصداره والبدايه الاولى هنا لحمد بن عبيد بن زفر بن حضير بن مشاركا مع النعاش في صداره هذا الشوط والمركز الاول المركز الثاني ايضا القادم مشاهدينا الاعزاء سطام لحمد بن سلطان بن علي الحافري عالكتبي على قادما هناك على ثاني المراكز في هذه التحديات مع وجود سطام في هذه المشاركه وشعار الحافري قادم هنا على المركز الثالث مع الباهس الباهس هو القادم سالم بن خلفان بن حمد الحافري يتقدم نحو المركز الثالث اما المركز الرابع هناك ايضا الوصول مع هداد لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي القادم على رابع المراكز في هذه الاثاره ومع هذا التحدي المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام ناصي حمد بن عوض بن مصبع تبي مشاركا مع ناصي على المركز الخامس وفي سادس المراكز هملول حمود بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي القادم بهذا الشعار وبهذا الاسم هنا في هذه المتابعة المتميزة والعودة إلى بداية الشوط العودة إلى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول، الى بداية التحدي، الى الاثارة الاولى هنا في هذه المشاركة والانطلاق الكبير على المركز الاول، اذا بداية المنافسة مشاهدينا الكرام، كما تتابعون المركز الاول مع الباهس الباهس الحاضر على بداية الشوط على الصدارة والمركز الاول هنا في هذه المشاركة المتميزة وبهذا الحضور سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يحضر بهذا الاسم وبهذا الشعار المتصدر حتى هذه اللحظة المركز الثاني النعاش غادم محمد بن عبيد بن زفنة بن حضير من اكتبيه المركز الثالث فهناك الوصول. والقدوم في هذه اللحظات مع ملول حمودة بن محمد بن علي بن حمودة هالكتبي اكتبي وهناك ناصي حمد بن عوض بن مصبح هالكتبي وصل سطام حمد بن سلطان بن علي الحافري الكتبية القادم هنا بهذا الشعار ومن خلال وصول سطام بهذا التحدي الزعفران قادم على المركز الرابع هنا راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي القادم بهذا الشعار على المركز الخامس في هذا التحدي وهناك الوصول ايضا مع داد لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي القادم هنا في هذه الانطلاقه المتميزه اذا على كل حال نرجع مشاهدينا الكرام الى المقدمه والى الصداره الى بدايه هذا الشوط يا سلام تحرك مشاهدينا الاعزاء هملول اصدر عليه الأوامر والتعليمات لينطلق ليغادر الجميع هنا على البداية الأولى في هذا التحدي هنا حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الاكتبية الحاضر في هذه اللحظات مع هملول والمنطلق على المركز الاول في هذا الشوط وبهذه اللحظات المثيره اذا هذا هو مشاهدينا الاعزاء هملول هملول يقترب من الفوز ومن الانتصار ومن كلمه الناموس على المركز الاول مع شعار بن حموده سلام يا بن حموده سلام سلام يا بن حموده على انتزاع هملول بالمركز الاول حموده بن محمد بن علي بن بن حمود الكتبية ينتزع ناموس هذا الشوط ينتصر في المركز الأول في اللحظات الأخيرة سلام إلى مالك هذا الشعار ومن قدم لنا هملول حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الإكتبي وهذه لحظات الوصول إلى خط النهاية مستبشرا بهذا الفوز والانتصار المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الأعزاء مع سطام حمد وسلطان بن, بن علي الحافري الاكتبي المركز الثالث وصل زعفران راشد بن حمد بن عبلان عالك من كان في المركز في المركز الثالث هذه الاسماء مشاهدينا الكرام مع وجود هملول حمود بن محمد بن علي بن حمود الاكتبي الذي انتزع المركز الاول التوقيت هنا التسع دقائق و55 ثانيه و75 جزءا من الثانيه التوقيت الذي تسجل مع هملول من انتزع المركز الاول ثاني الناموس لمالك هذا الشعار حموده بن محمد بن علي بن حموده